ضمن فعاليات البحرين تتسوق، كان لمهرجان البحرين الترفيهي نصيبا من الفعاليات من خلال باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي عكست أجواء المتعة والتشويق على مرتدي من الزوار. الزميلة إيمان شرف وتفاصيل أكثر. سلسلة من المهرجانات الترفيهية عودتنا على أن تجدد عهدها بفترات ومواسم متتالية لتطل على منتظريها كل من ألفوا طعم المتعة والتشويق. فمهرجان البحرين الترفيهي البحرين تتسوق، وطيلة أيام انطلاقته جمع به طقوس الاستمتاع والثقافة والموسيقى. وحتى لا يفوتنا القول، فإن إبداعات الشباب البحريني حجزت مكانها بين أروقة هذا المهرجان بمشاريع تجارية جاذبة للزوار. الحافلة هي مشروع عبارة عن مطعم متنقل، نتنقل فيه بين مهرجان إلى مهرجان آخر. طبعاً انطلاقتنا كانت في مهرجان البحرين للتسوق، ويعني شفنا أن ما شاء الله المهرجان منظم صح وعلى إقبال وايد، يعني من الخليجيين أو الأجانب بشكل عام، حتى البحرينيين. يعني طبعاً هاي الحافلة يعني مشروع وإنتاج بحريني 100%، يعني إحنا صنعناها في البحرين، يعني خذينا الباص وحولناه إلى مطعم، نصه مطعم نصه حتى داينين اريا لو قاعده حق داخل. يعني مشاركتنا تجي ضمن التعريف بأنشطة المحل والأنشطة اللي نقوم بها من ضمن الكتب والفعاليات الثقافية، فكانت مشاركتنا ناجحة الحمد لله مع الجمهور الوفير من الخليج العربي، مع دول العربية كامل المواطنين ما شاء الله، فالحمد لله يعني حققنا إقبال في بداية الأيام. إن المهرجان يعتبر المنصة المثالية لتنشيط قطاعي السياحة والتجزئة من خلال إشراك المجمعات والمحال التجارية في فعالياته، ويشكل نموذجا للتعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص لتحقيق أهداف ورؤية 2030 الاقتصادية من خلال تحفيز التعاون المشترك بين القطاعين. الحين لنا اجازه في السعوديه وحبينا نزور البحرين، فعاليات والاشياء هذه يعني بالعكس يعني اشياء حلوه، وانا انصح يعني كل المتواجدين في السعوديه ان يزورون البحرين في الفعاليات الجديده هذه. انا من الكويت وانصح ان الناس يجون ويزورون هذا المكان، واشكر اللي سووا هذه الفعاليات والالعاب الزينه، وانصح العوائل ان يجون. احنا استانسنا ولعبنا ويانا ويا الاهل والاصدقاء، ونتمنى انكم تزورونا، وهذا مكان كان وايد جميل. حسب ما ذكرت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن المهرجان في عام 2015 استقطب أكثر من 60,000 زائر، أنفقوا أكثر من 11 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع زيادة الإنفاق في هذه النسخة للمهرجان لتصل من 15 إلى 20%. من النسخة الثالثة لمهرجان البحرين الترفيهي البحرين تتسوق، من هذا المكان يجمع الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تعد فرصة سانحة لجذب الزوار وتحقيق أكبر فرصة لدعم الاقتصاد الوطني. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.